لكن حتى نتحدث أكثر ولا أطيل عليكم الحديث وندخل بالنقاش مباشرة، راح أرحب بضيفتي اليوم اللي هي اليوم مصممة بدت بطريقة متعبة، وأيضا هي اختارت أن تجتاز كثير من المصاعب حتى توصل، حتى تحقق لنفسها براند، وهي أكثر من براند حققت، وحتى بنفس الوقت هي تصدر ثقافة الأزياء العراقية إلى الدول المجاورة أو حتى إلى دول أوروبا. إذا نرحب بضيفتي نور الهادي، نورتيني. أهلا وسهلا، هلا حياتي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أول شيء أنا أحب أبارك لك بهذا الدرع الباحة. سمين. كرمتي بي. الحمد لله. الله يسلمك، الله يبارك فيك يا حياتي. نور الهادي، منين بلش؟ والله من ما تبلشين بلشي. يمكن عادة حلقتنا حلوة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. ده عادة اللقاءات تكون للمصممين. أنت منين بلشت؟ شنو البراند مالتك؟ لكن يوم أنا أريد أطلعك من هذه التفاصيل. اليوم الناس كلها هي تعرفك، أنت غنية عن التعريف. حبيبتي تسلمين. أريد نحكي بمشاكل اليوم بمجتمعنا حتى نحاول نلقى حل. صح، هذا الأهم. التصدير والاستيراد اليوم. قبل التصدير وثقافة التصدير، ثقافة التصدير للأزياء العراقية. اليوم نحكي على أيضا الاستهلاك. نعم. الأزياء أو الملابس المستهلكة، البضائع المستهلكة بالدول إحنا نستوردها ونلبسها. أي مع الأسف. مع الأسف هي ماكو رقابة. هو هذا، أنت هسه حطيت إيدك على الجرح. من كتي لي هذا السؤال اليوم حينطرح، أنا جدا فرحت، لأن دائما بكل لقاء أحاول نفس هذا الشيء أطرحه، بس ما عندي فرصة يعني على مود نحكي بهذا العمق بهاي المشكلة. يعني أنا من إجيت سنة 2010، إجيت من دبي، زرت العراق زيارة بعد ما أنا كنت طالعت لها من 2003، شفت يعني التدهور بالثقافة العراقية لي وين واصلة. يعني الأزياء العراقية كانت وصفت مرحلة بأنه يعني القطعة اللي تنزل مثلا بالخليج أو تنزل بالعالم مرة ثلاث سنوات أربع سنوات يلا توصل لنا. زين، هاي شنو السبب؟ شنو السبب؟ طبعا هي هواية بها أسباب. أول شيء الصوت التجار اللي هم يستوردون هاي البضائع، هو التاجر من يروح لخارج البلد وايضا يروح. الشرطة النوعية اليوم طبعا مشكلة هاي. اي طبعا، مو ماكو رقابة، يعني تدرين صارت ماكو رقابة على المنتج اللي يدخل للبلد، فصار اي واحد يقدر بس عنده مبلغ مالي يسافر يشتري ويحاول يشتري ارخص شيء، وعلى مود هي سمو تصرف له يعني من هو يبيع، وهو حقه طبعا، بس هو مو حقه لانه غير ثقافة الازياء العراقية. يعني احنا كنا قبل ايام قبل كانت المرأة العراقية مشهورة بثقافتها، مشهورة باناقتها، يعني وين ليش هيك وصلنا لهالمرحلة هاي؟ ليش مو احنا نكون ترند ونسمو نوصل هذا الترند برا بالخارج؟ ليش احنا دا نشوف الخليج شو يلبس واحنا يلا نلبس، ونشوف البرا شو يلبس يلا احنا نلبس؟ هي هاي المشكله. اكو هبه هي دائما تصير للازياء بالمحلات. أي. اللي أي. هي الملابس التركيه بعيدا أي. عن الملابس الخليجيه. اليوم المشكله الاكبر والمنتشره اكثر هي الملابس التركيه. وهي مستهلكه، عندهم مستهلكه خلاص هذا الموديل. يعني هم يعني نعم. يعني هم الاتراك، يعني ها هي انغلق سوقهم، فيعني ما عندهم سوق الا هو الاسواق البلاد الاخرى. فيعني احنا من ازيد البلدان المستهلكه للسمو البضاعه التركيه. يعني المشكله عندك العراقي من تقولي له انا سمع بضاعه مستهلكه ولا بضاعه تركيه، يعني المشكله بس تقولي له تركي يقتنع. زين ليش هو زين هسه انا منتج عراقي مصنعته بالعراق ودا اجي بالماتيريال سمو القماش دا اجيبه من دول اوروبيه ومن دول اسيويه ودا اجيبه من الخليج واتعب عليه واتعب على الديزاين ودا اطلع لك قطعه، ويجي قارن القطعه مالتي بالقطعه التركيه اللي هو التركي الديزاين الواحد انت سموه، تعرفين المصانع التركيه يعني من يسوي قميص ما يسوي قطعه وقطعتين وثلاثه، اقل شيء لازم يسوي 3000 4000 قطعه يلا هو بعدين تصرف له من هو سموه يبيعها. زين ليش انا قطعتي دائما اني ليمتد، يعني القطعه مالتي يعني ما تتجاوز 30 قطعه، لانه ما اريد المراه هي لابسه قطعه واختها وصديقتها وجيرانهم لابسه من عندها على مود تكون مميزه، لانه هذا التميز اللي هذا دائما يمكن حتى بالمهرجانات نسمع انه انا اريد قطعه ما موجوده هي قطعه جديده. طيب حتى قبل ان نغلق هذا الباب اليوم
الحل وين ممكن يكون؟ الحل الحل ممكن بالمستهلك، يكون لانه هو التاجر يبقى حيجيب هاي البضاعة. بس اسمحي لي اكمل الفكرة على مود تجاوبيني باكملها، ما اريد جواب يكون لا يعني لا عابر. خليك الحل، اريد جواب يكون يعني يحتضن القضية هذه. اليوم ممكن اكو ملابس اللي هي تكون باسعار مقاربه لاسعار الملابس التركيه لكن بجوده عاليه، حتى لو استيراد. احنا نعرف يمكن الا اذا احتيت عندنا او خط المصانع العراقيه اذا رجع انفتح راح تنحل هواي امور طبعا. لكن اكيد انت اليوم كمصممه الك راي والك فكره كامله. نعم. يعني انت قصدك بانه احنا شلون نوصل لهذا الحل؟ اكو اشياء بديله يعني اليوم احنا ناخذ ملابس مستهلكه، شو البديل؟ طبعا هو هو سموه البديل. اما اني بانه ناويه اطلع دا اريد اني اشتري قطعه المستهلك، اي مراه عراقيه هي تنوي ويا نفسها بانه ما تشتري قطعه يعني مستهلكة وشعبية وكل الناس هي سمو لابسة من عندها، تحاول تلقى قطعة فريدة على مود. هي ترى السعر ما يعني ما يفرق، أنا مرات القطعة عندي أقل من السعر التركي وحتى مرات من السمو الصيني. فهي بس القرار إلها، هي شنو تقرر؟ هو صوت المستهلك، المرأة العراقية هي القرار إلها. ثقافة التنسيق عندنا بالعراق شو قد نسبتها بوجهة نظرك؟ معدومة والله مع الأسف. يعني يوم أي عد ما أنت قلتي المرأة هي اليوم تقدر تختار. طبعاً إيه. صفلت يمكن اليوم فعلاً هي ثقافة بس التنسيق. هي بس لا يعني ولو أقاطعك بس دقيقتين ثلاثة تبحث عنت شنو الألوان الدارجة لهاي السنة. طيب ما هذا شنو دوركم الخامة؟ نور، هذا دوركم أنتم اليوم. والله أني موجودة الصفحة مالتي يومياً أحكي. تحكين على التنسيق يوميا احكي صفحتي موجوده البيجات مالتي نور هادي السيده المميزه، صفحتي الشخصيه هي بابلك عامه ودائما احكي، حتى حاطه هايلايت كامل بانه كيف احنا الترند لهاي السنه الالوان شنو. طيب. يعني هسه انا من مدخله الاصفر ومدخلته ويا الفوشي، هذا مو من كيفي انا جايبته، هذا بانتون عالمي ينزل قبل سنتين. يعني تدرين هسه انا اعرف شنو سنه 2025 و24 شنو 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 الالوان الدارجه، لان هم اصلا يسووها توقعات، يعني توقعات هاي مو انا وغيري يسويها، لا هو هذا ستايل عالمي الكل يتفق عليها. جميع الافكار العقول اللي هم موجودين بالخارج يقررون شنو البانتون بعد النظري الالوان شنو الدارجه لهاي السنه. ممكن تكون الوان دافيه، ممكن تكون الوان غير، يعني مثلا عندك الفوشي والاصفر والاورنج، هذا شفتيه انت البارحه بالسمو المهرجان، الالوان ما شاء الله الكل لابسها. يعني الكل لابسها، يعني احنا يمكن اذا قبل أن نغلق الباب يمكن اذا نحكي على اضرار الاقمشه وبالبضاعات المستهلكه يراد لنا حلقتين ثلاثه حلقات. لازم اقعد يومكم ببغداد. اي لازم تصحين. انا اليوم يعني ادعوك، انا هذه دعوه مني انه تكونين انت اليوم متواجده اكثر ببغداد وايضا متواجده بنشاطات فيما يخص ثقافه أتمنى. التنسيق، واليوم كلنا داعمين لك. يعني احنا نشوف احنا اليوم حبيبتي. اليوم كله مرحب بك من جميع الجهات والله الاعلاميه. جدا فرحت. وايضا اكو شخصيات ومشاهير اسماء معروفه يعني اليوم هم داعمين لك، فاحنا اليوم نطالب بانه يكون اكو حملات ونشاطات لتنسيق او لثقافه التنسيق بالعراق ان شاء الله، حتى يعني احنا كنا نتطور في هذا المجال. هذا همي الوحيد، يعني صدقي اني صعبه علي يعني اترك اني سنين قاعده بالامارات وارجي للعراق. انا ليش جيت يعني ليش تركت؟ الناس تقول لي انت ليش تركتي مثلا سمو الامارات كان شغلي وهاي، بس انا يعني من اجيت هنا بهذا البلد انا من شفت البلد واصل لهاي المرحله قررت ويا روحي مو غايه مادية قسما بالله، بس في شيء بانه انا لازم اكون هنا الي اسم والي شيء واوصل المرأة الى مرحلة هي تعرف شنو تختاره، تعرف شنو الخامة، تعرف شنو اللون، تعرف شنو هو التنسيق اللي يوالم هو مثلا جسمها. هي مو شرط تكون هي محجبة او مو شرط تكون هي سافرة والا تاخذ البراندات العالمية والا تشتري من الماركات. هاي طبعا اللي حكينا بها قبل الحلقة البراندات وشنو هو سلبياتها. هذا السؤال يعني. اليوم بس حتى المشاهد من يعني ياخذ فكره كامله عن المحور. نعم والموضوع اليوم صارت اكو فكره انه هذا الشخص لابس براند واو.
نعم. هذا شخص مهم ومرتب ويعني انيق صح. مع انه ممكن اكو اشخاص تلبس البراند وما تعرف تنسق صح. اليوم هاي الـ 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 الرؤيه بالمجتمع انه لابس براند اذا هذا شخصيه صح. ملابس براند حتى لو منسق الملابس بشكل جميل صح. لكن مو براند صح. اليوم حدثيني عن هذه النظره المجتمعيه. هي المشكله البراند لانه جميع المشاهير ومو كل سمو براند، اكو سمو براندات يعني هي صح براند هو متعوب عليه الى 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 هو تاريخه الى هو مثلا سمو اراقته، بس بنفس الوقت اكو سمو براندات ثانيه يعني نفس الشيء نفس الكواليتي، وصدقي اكو مرات كواليتي يعني اقوى من البراندات اللي انت مثلا اللي باقيه بعقول الناس. هي هاي هم نفس الشيء، هاي هم ثقافه مجتمع، لانه المجتمع ده تشوفين بانه يمشي ورا هذا الشيء، ومو بس احنا، هاي طبعا كل يعني كل العالم. اذا يعني نخليها بصوره خاصه عربيا، اذا أي. بصوره عامه عالميا اليوم أي. البراند لازم هو الشخصيه تحديدا المشاهير، المشهور اللي ما يلبس براند لا اليوم هذا لا. هذا هذا مو مشهور، هذا مو هذا مو مثقف في السحولة، مو مثقف. فاليوم شخص ممكن يتميز باطلاله ذات جمالية وهيبة ومنسقة دون البراند؟ طبعا أنا أعرف هواية ناس ومتمكنين ماديا بس هو ما يحب يلبس براند. أول شيء لأن البراند هواية تقلد، ومرات متقلد 100% يعني كوبي وان، فأنتي ما راح تفرقين بين هذا بأنه براند أو هو كوبي، فيقول أنا ليش أدخل وأشتري قطعة بكمت فلوس وبعدين هي ممكن الناس تشك بي بأنه كوبي. يعني أنا ليش يعني خب أروح أشتري قطعة أنا أشوف هل كواليتي مالتها تمام وأشتريها. وطبعا القطعة ما تدوم، يعني أنت حتى هو لا براند أو شيء، يعني أنت لبستيها مرة مرتين ثلاثة ترى بعد حتى سموت مليين أنت، يعني كل مرة انت شايله جنطه كل مره لابسه الحذاء. الشخصيات العامه بعيدا عن المشاهير يستهلك إيه يعني الشخصيات العامه اللي هي يعني تحترق قطعه مره واحده تلبسيها وخلاص. نعم إيه يعني بالضبط، يعني هي تعتمد لمره واحده او من فتره الى اخرى صح. فبالتالي اليوم ايضا هذا المحور نرجع نكمله، لكن انا عجبتني هذه القطعه اريد تكلمينا اكثر عنها. والله انا يعني جيت سمو بصوره سمو سريعه فحبيت هيجي بس اطيل لمحه عن مثلا القطعه. القطعه احنا دا نقول المجتمع العراقي مثلا ليش هو ما يتطرق الى ثقافات اخرى؟ يعني هسه احنا مثلا هاي القطعه تشوفيها هي لا عبايه لا هو جاكيت لا هو كارديغان، يعني هي مزج بين هاي الامور، يعني مو شرط بانه المره تقول اني اريد البس عبايه او جاكيت، فهو هذا مزج. يعني تشوفين العبايه هي من قدام القبه مالتها قبه جاكيت، الجيوب مالتها جيوب كاجوال زين، ومدخله بها التفته، هذا التفته الهندي تشوفيه هو دبل فيس، يعني هذا فيس وهذا فيس زين، والظهر مالتها نفس الشيء بروكار الهندي مدخلين عليها، والفصوصية نفس الأقمشة اللي اليوم جايبتها مثلا. هذا البروكار، البروكار عن الجاكار، هذا الجاكار هذا البروكار، شو الفرق؟ بروكار هو دائما البارز اللي بي الخيوط مالته تكون بارزة، والقماش هو هذا طبعا قماش فرنسي، بروكار والجاكار فرنسية وهن أصولهن هذا خياطه بارز أو هذا 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 الجاكار. الجاكار هنا بالعراق يحسوه بانه ثخين، بس بالخليج يلبسوه شتا صيف الجاكار، لانه القطعه هيك توقف مثل السيف. انا كلش احبها، مدخلتها بالبراند مالتي حتى تشوفين الظهر مالتها بي يعني نقشه ثانيه. يعني هو عباك شغل يدوي متعوب عليه. اي انا دائما من اختار الاقمشه تحسين القماش هو له فخامته. يعني الفرق بين البراند مالتي القديم اللي هو سمو السيده المميزه ونور هادي. السيده المميزه انا من سويتها كنت اريد اول شيء احل مشكله مثل ما حكينا المجتمع اللي كان مثلا اي عبايه تنزل او اي جلابيه او اي بشت الكل لابس من عندها، فانا نزلت الالوان، نزلت العبايه سنه 2012 13 هاي العبايه اللي تجي مثل الروب، فاول ما حطيتها وقتها الناس كلها تدخل هذا شنو هذا روب نوم روب نوم حلو. وبعدين الناس كلها جابتها ورا سنين وجابتها، وايضا تعرضنا للكوبي شفنا من عند الكوبي. اي صارت موجوده بكل مكان. طيب قبل ان ننتقل لموضوع اخر اريد ايضا اتحدث عن اهم المشاهير اليوم او الشخصيات اليوم المعروفه اللي انت اهتميتي باطلالتهم. نعم. اذكري لي اللي في بالك حاليا. والله شوفي
المشاهير يعني الأسماء موجودة هي، بس هي مو شرط بأنه أنت تلبسين مشهور، هي هاي المشكلة. يعني أني البراند مالتي سيدة المميزة من سنة 2010 أني من أطلقته لحد الآن، ما أحب هم المشاهير يجون يشترون من عندي ويطلعون، يعني هم زبائن للمحل، المحل يجون عليه يشوفوه وسموه يشتروه. حتى ما احب انه اسوي اعلان او اجيب مشهور، احب المشهور هو من ذاته يجي يشوف القطعه يحبها يشتريها، اذا هو حب ياخذ صوره يقول شيء، او انا حبيت بانه اهديه قطعه، هذا الشيء بعد بيني وبينه. بس انا بالنسبه لي يعني ما احب البراند مالتي ينبني على المشاهير، لان حكون حالي حال البقيه اللي اول ما تبني البراند مالتها تلبس هاي تلبس هاي تلبس هاي. زين انا ما اهتم بانه المشهور شنو اللي بس من عندي، انا اهم شيء عندي زبون. انا يعني انا مثلا بالسمو العراقي كم مشهور اكو؟ 100 200 300 مو اكو، انا عندي 40 مليون، انا اريد هذا ال 40 مليون يشوفني ويحبني وياخذ من عندي. فانا احب انه الجمهور هو اللي اهتم به، الجمهور اللي يدخل للمحل. عندي اهتمامي على الزبائن اكثر صراحة من المشاهير. يعني انا يوم دا اشوفك مختلفة، لكن اليوم باختلافك اكيد راح تحققين نجاح، وغاية اليوم اللي انت خالتها في بالك اكيد هي مرسومة على انه انت تحددين هذا الاختلاف. اريد اتكلم بموضوع جدا مهم اليوم، موضوع الاجسام. اكو اجسام ممكن يليق بها ممكن انه هذا الاجزاء، هذه الاجزاء اليوم اللي هي هبت اليوم هي ترند. مثلا دي ذكرتي اللي هو اكو روب اليوم، اكو فساتين، اكو بشتات، تصير ترند. لكن مو كل جسم اليوم هو يلوق له، اكو اجسام ممكن نحيفه جدا، ممكن بالعكس تعاني من السمنه المفرطه بشكل كبير. يعني كبير. فبالتالي اليوم احنا لازم نعرف انه الاجسام اللي هي ما يليق بها هذه هذه الاشياء اللي هي ترند، او هذه الازياء اللي هي ترند، كيف اليوم ممكن نقنعهم بانه مو كل الترند لازم احنا نلبسه؟ يعني هاي النقطة الصحيحة اللي أنا دائما كنت أقول، بأنه أي أحد يدخل بأنه جربي القطعة شوفيها لبسيها على نفسك. وهواية تجيني بالسما المحلات أشوف عندي الموظفين الدايركت سيل من اسالهم، يقولوا لي يجون جايبين لي صوره مشهور او يعني سمو مشهوره ويردون الا نفس هاي القطعه مالتها. زين قلت لهم اوكي، زين هي الزبونه شنو كانت؟ مثلا هي ممتلئه وشايفه فد مشهوره معينه لابسه قطعه سليم يعني على الجسم وتريد هاي القطعه، او اني سمو يدزولي على الخاص بانه صممين لنا هذا الشيء. زين اني شلون اصمم هذا الشيء؟ اول شيء يعني ممكن هذا ما يوالم جسمك، يعني مو اي شيء هي تلبسه المشهوره او هو يكون صحيح. ممكن هاي المشهوره احد هادي اللي هي، او ممكن هم يعني مطيها اعلان على مود تلبس هاي القطعه، فهي ممكن مو ذوق المشهوره، ذوق الشخص اللي سوى لها الاعلان. فاني ليش امشي ورا المشاهير شو هي المشاهير تلبس؟ اني اقتنع بالقطعه، اطلع اخذ لي فره بالسوق، اروح للمولات، ادور بالنت، اشوف القطعه هاي، ابحث. اصبح الان الفنان او المشهور هو اللي يحدد الترند، هو اللي يحدد قطع الترند. ممكن عندك بضاعه قديمه ممكن صار لها مده انه هي اليوم ما اخذت مساحتها، لكن فجاه يلبسها شخص معروف هي صارت ترند، وهي اثبتت يعني نفسها انه ترند، لازم الكل يرجع يطالب بها. وممكن باقي المحلات يعني ياخذون الفكره وايضا يسوون كوبي وهذه الامور. ست نور احنا اليوم سعيدين جدا بحضورك، واليوم انا ما كفاني الوقت انه اسولف وياك. الله يسلمك. وهاي المشاكل احنا اليوم نتمنى انه نلقى لها حل، ونفس الوقت احنا اليوم مؤمنين بوجودكم. الله يسلمك. لتوسيع ثقافه الازياء. ان شاء الله تحلوها. نحلها نحلها ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله نحلها. نحلها. يعني اكو حلول في بالك وافكار في بالك. لازم لازم والله، انا حاطه بروجرام كامل يعني ان شاء الله. بس انا كنت يعني اريد اكمل الماركه مالتي واثبتها، والحمد لله يعني هسه نور هادي وصلت، والناس قامت تعرف منو نور هادي، شنو اللاين مال نور هادي. فيعني الماركه خلاص ارتاحت، يعني بانه خلاص انا ثبتت الماركه، هسه ابلش شلون احنا نغير الثقافه. شلون اني مثلا الناس تجي تقول لي شنو الفرق بين نور هادي والسيده المميزه؟ زين نور هادي هو الشيء العصري، يعني هسه هاي العبايه هي هاي عبايه بس عبايه عصريه. فهذا ان شاء الله نوصله لكل العراقيات وتوصل، وان شاء الله المنتج مالتنا العراقي هم يوصل الى باقي البلدان يا رب. واحنا اصلا اليوم بدورنا نحييك ونشكرك اليوم انه اكو التصدير
حقيقي وثقافة حقيقية لتتصدر من خلالك لدول الأخرى. الله يسلمك.